الشهداء. طب وين ابو ورود؟ طلعونا بذني الله يرضاها. طب وين عنهم ابو ورود؟ احنا هاي سلميتنا، طلعونا بطلاق حي ترضوها. اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تتيح لكم أن ترسلوا لنا رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. طبعا الحديث مستمر بالطبع وبالتأكيد عن المظاهرات والانتفاضة في العراق، وكذلك كل جديد يحدث داخل العراق، وكذلك أي تصريحات دولية خارجية نأتيكم بها إن شاء الله، ونواكب الأحداث الجديدة الموجودة على الساحة. ننتظركم أيضا للمشاركة وإعطاء آرائكم حول ما يحدث الآن وحول بعض المواقف التي سنطرحها إن شاء الله في هذه الحلقة، وكذلك حول تعامل الحكومة مع المتظاهرين من الناحية العسكرية ومن الناحية السياسية، كذلك كيف تخرج بهذه التصريحات، كيف تعلق، كيف تتفاعل مع الأزمة الجادة التي تحدث في العراق الآن، ومع هذا التظاهر ومع هذه الانتفاضة التي تريد أن تسقط هذه الحكومة وترحل، وكيف أن الحكومة غير مكترثة ربما، أو تتعامل بنوع من أنواع محاولة تمييع القضية أو ربما حفظ ماء الوجه. يعني هناك أوصاف كثيرة توصف بها تعاملات السلطة، لكن ننتظر منكم التعليق حول هذا الموضوع، وكذلك معرفة آرائكم حول تصريحات عادل عبد المهدي في اجتماعاته الأخيرة، وكيف يتفاعل وكيف يتحدث وكان العراق بلد خالي من المشاكل وفيه بعض الأخطاء التي يمكن أن تصلح ويمكن أن يقف هذا البلد على قدمه مرة أخرى. مبدئيا نأتيكم مشاهدينا الكرام بأول تصريح للمفوضة الأوروبية للشؤون الخارجية والأمن فيدريكا موغريني، التي قالت إن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في العراق أمر غير مقبول، ودعت إلى وجوب احترام الحقوق الأساسية للشعب العراقي في التجمع والتظاهر. كذلك السفارة البريطانية في العراق أدانت التهديدات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان في البلد، وقالت السفارة في بيان إن المدافعين عن حقوق الإنسان لهم دور قيم في حماية حقوق الإنسان، مشددة على وجوب محاسبة من ينتهكونها، وأشارت إلى أن المملكة المتحدة تدين التهديدات والتخويف الممارس ضدهم. طيب أيضا سريعا، أدانت فرنسا عملية القمع الحكومي في العراق ضد المتظاهرين السلميين ووصفتها بالخطيرة. مشاهدينا الكرام طبعا لدينا مقطع نود أن نشاهده مع حضراتكم الآن إذا كان جاهزا. موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء. أخوكم دكتور موسى قبل نص ساعة استشهد على روح الطاهرة. هل أراك هل أراك سالما منعا وغانما مكرما سالما منعا وغانما مكرما هل أراك في عمرك مشاهدينا الكرام نود أن نشاهد مع حضراتكم الآن لقطات مباشرة من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، فلنشاهد. كل نص ساعة أبثلكم والله أبثلكم. الشمس شمسي والعراق عراقي، ما غيرت دخلاء من أخلاقي، داس المجوس على جميع أصابعي
فتفجر الإبداع من أحداقي. راح أدخلكم بالهوسة، راح أدخلكم بالهوسة إخوان. اليوم 17 ساعة بالعشرة وعشرين دقيقة تقريبا، 10:45. شوف الكرم العراقي، هذول باع كميات الطبخ، شوفوا شوفوا كميات الطبخ، شوفوا شوفوا شوفوا. مشاهدينا الكرام، طبعا كما تلاحظون وتشاهدون الآن هذا البث المباشر الحي من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، يأتي في الوقت الذي تقطع فيه الحكومة الإنترنت عن الشعب، وهناك تضييقات عن حرية التعبير من قبل السلطة الحاكمة. مع ذلك يبقى العراقيون يستطيعون بوسائل متعددة أن يصلوا إلى نقل الحقائق الموجودة الآن على الأرض، وهذه صور مباشرة أمام حضراتكم تشاهدونها من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، محاولات ناجحة دائما للمتظاهرين في إيجاد حلول للمضايقات الحكومية التي يقعون فيها. معنا الآن سيد سيف من بابل، تفضل يا سيف. شلونك الحاج؟ شلونك؟ شلونك؟ حياك الله، أهلا وسهلا. الله يخليك. يعني بس عندي سؤال. تفضل. يعني هسه القادة الموجودين، رؤساء الموجودين، دول الأتباع الإيرانية اللي جتنا من الخارج اللي جوي، ظهر الدبابات الأمريكية. نعم. قتلوا شخص قدام حسين على مدة 30 نفر، ولا هم سبسموا ال 15 يوم سكلونهم 200 نفر، دول من راح يحاسبهم؟ نعم. شلون راح يحاسبهم؟ هل تعتقد أن لدينا في العراق حاليا، هل تعتقد أن لدينا في العراق حاليا قضاء قادر على محاسبة هؤلاء؟ لأن هو القضاء عبارة عن كتل، عبارة عن كتل ومحافظات. لا يوجد قضاء بالعراق. لو يجي لو موجود قضاء ما كان صارت المحاصصة هي أحزاب. لأن شو المحاصصة؟ عبارة عن أحزاب. فلان حزب لك حصة، فلان حزب لك حصة. فما تصير لا دولة ولا قضاء مواجه بالعراق إذا ما نقضي على الأحزاب الموجودة عندنا داخلية. نعم. شكرا لك يا سيف، كنت معنا من بابل. طبعا مشاهدينا الكرام، في الوقت الذي يناشد فيه العراقيون المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتدخل، نرى الأمم المتحدة الممثلة الخاصة للمبعوث الخاص للعراق، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، هو شخص أو هي شخص يطعن بهذه المظاهرات والمتظاهرين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الوقت الذي دخلت فيه جنين هينس بلاسخارت إلى المظاهرات، والأنباء التي وردت عن طردها من قبل المتظاهرين ورفضهم لوجودها، تخرج بتغريدة الآن تشير بشكل واضح ومباشر إلى المتظاهرين أنهم مخربون ويعطلون سير الحياة. وطبعا قراءة سريعة للتغريدة التي وردت تقول: تعطيل البنية التحتية الحيوية هو أيضا مصدر قلق بالغ، حماية المنشآت العامة هي مسؤولية الجميع، التهديدات إغلاق الطرق المؤدية لمنشآت النفط والموانئ تسبب خسائر بالمليارات، وهذا يؤدي إلى إضرار وخيم باقتصاد العراق ويقوض تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين. هذه الأوصاف موجهة بشكل واضح إلى المتظاهرين، وكان الحكومة الآن كانت تعيش العراقيين في حياة رغيدة وحياة وردية مليئة ب الأموال والثراء والراحة النفسية والاجتماعية، لكي الآن يأتي المتظاهرون يخربون ويقطعون الطرق ويعطلون سير الحياة. من الذي حرم العراقيين من ثرواتهم؟ من الذي أوجد الميليشيات والسلاح في العراق والتخريب؟ من الذي أوجد فرق الموت؟ لماذا لم تتحدث عنها؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، عندما كانت وزيرة للدفاع الهولندية في عام 2015 شنت غارتان جويتان على العراق أوقعت أكثر من 74 قتيلا عراقيا على يد الطائرات القتالية الهولندية. هذا التقرير والاعتراف خرج مؤخرا للعلن من قبل وزارة الدفاع الهولندية الحالية، في حين عندما كانت جنين هينس بلاسخارت وزيرة للدفاع آنذاك
أوصلت تقريرا مغلوطا إلى برلمانها الذي لم تقر به بالحقيقة، وأن قواتها قامت بارتكاب مجزرة بحق العراقيين وجريمة مروعة أوقعت مدنيين. الآن تأتي هولندا لتعترف بارتكابها خطأ، وتقول بأن الحكومة في بغداد أعطت معلومات خاطئة لهولندا التي بناء عليها قامت بضرب هؤلاء. لماذا لم تعترف بالحقيقة جينين هينس بلاسخارت؟ وهل من تلطخ يده بدماء العراقيين قادر على حل مشاكلهم الآن؟ معنا أركان من بلجيكا، تفضل يا أركان. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا اسمح لي بدقيقتين أضيف على كلامك وكمل كلمتي. تفضل. طبعا أنت سبقتني بهذا الموضوع وأنا بصدد أنه أذكره، وهي اسمها الحقيقي جانين أنطوانيت هينز بلاشير. نعم. من مواليد 7/4/1973، وكل اللي ذكرته صحيح، من قتل العراقيين ومن ضمنهم أطفال، وسوف نقاضيها هذه الوزيرة بصفتنا كعراقيين في المحاكم المعنية بذلك. نعم. الموضوع، لكن الموضوع الآخر وهو الهجوم الإلكتروني رهيب على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للمعارضين والناشطين والصحفيين وغيرهم، الذي لم يسبق له مثيل هذا الهجوم. نعم. وما لاحظناه نحن كمتابعين دائمين لحظة بلحظة، وتم اختبار ذلك وفعلا تبين ذلك الهجوم، بغض النظر عن قطع الانترنت والخسارة التي تجاوزت أكثر من مليارين دولار على الحكومة العراقية. نعم. لغاية الآن لا، بل وصل الحال إلى غلق صفحات وتهكير حسابات ومواقع إلكترونية، ومنها على سبيل المثال الكبير صفحة شكو ماكو العراقية الكبيرة المعروفة لدى الجميع، التي يعني أزيلت تماما. طبعا طيب، هم يقولون نحن مع حرية التعبير بطريقة سلمية ونحن ندعم المتظاهرين. نعم. ومطالبهم. نعم. والآن حتى من يخرج على مواقع التواصل هو أيضا متظاهر يا سيد أركان. نعم، بل وصل الحال، بل وصل الحال أكثر من ذلك إلى صفحات التي لم يتمكنوا من دخولها. نعم. أو من غلقها، ولكن تمكنوا من حذف فيديوهات أو إدانة مدانة للحكومة العراقية الحالية المجرمة الإرهابية، ومنشورات مكتوبة حذفت، وتم التحري من ذلك فعلا واتضح حقيقة ذلك. نعم. وهذا ما أكد عليه يوم أمس، إذا سمحت لي، يوم أمس الناطق باسم المجرم عبد المهدي، المجرم الذي باع نفسه لطهران اللواء عبد الكريم خلف، وقال الانترنت وصفحات التواصل الاجتماعي تسبب الفتنة ونقل مزيف من الواقع على الأرض، وهذه الهجمات الإلكترونية البارع فيها النظام الإيراني وأتباعه المختصين بذلك. لذا أحضر المواطنين أو المتظاهرين المحتجين، إذا سمحت لي، أن يرصوا الصفوف ويتوزعوا، وأن لا يتشتتوا، وأن تبقون بمكان واحد وتوزعوا على أكثر من 5 محاور، وخاصة في بغداد أقطع الجسور ولا تتنازلوا عنها، وقفوا وقفة لرجل واحد بكل محور. وهذه مناشدة لكل العراقيين، إذا سمحت لي سيد محمد. باختصار سيد أركان، باختصار لكل العراقيين أن تؤازروا أخوتكم، لأن إذا قضي على هذه الاحتجاجات الحالية فلن تقوم بعدها قائمة للشعب العراقي. وحسب مصادرنا تسربت أنباء عن أن هناك التخطيط والتحضير لهجوم من قوات حكومية وميليشيات المدعومة إيرانية لفضل تلك الاحتجاجات، وهذا مصدر مهم من داخل الاجتماع الأمني الذي عقد يوم أمس، فاحذروا لأن هناك ضوء أخضر إيراني لإنهاء هذه الاحتجاجات. وضحت الفكرة سيد أركان، أشكرك، شكرا جزيلا للمشاركة. طبعا مشاهدينا الكرام، كما تلاحظون وذكرنا في بداية هذه الحلقة وبداية عرض هذا ما تشاهدونه الآن، هذا البث المباشر من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد. الآن معنا السيدة أم أزهار من بغداد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. بالنسبة للمتظاهرين سوف يتماسكون أكثر وأكثر، ولا تهزهم الشائعات الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. هذا كله من يبثون هاي الأشياء كلها لمصالحهم، لأن راح تنقطع مصالحهم الخاصة من العراق، لأن هم نايمين
على العراق، كلهم مصلحتهم في تدمير العراق لأخذ كل موارده. نعم. وهم هاي من 2003 إلى هسه هي أمريكا سوت إن هي دمرت العراق وجابت مدمرين إيرانيين وياها حتى يدمرون أكثر وأكثر. فيعني إحنا أريد أسألك يا سيدة أم أزهار عن كلام ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالعراق اللي قالت بالتغريدة اللي نشرتها باختصار يعني أنه إغلاق الطرق المؤدية لمنشآت النفط والموانئ تسبب خسائر بالمليارات وهذا يؤدي إلى إضرار باقتصاد العراق، كلام مطابق لكلام الحكومة عن طريق المتحدث باسم رئيس الوزراء ومعظم السياسيين اللي طلعوا أيضا نفس الكلام قطع الطرق وكذا. طيب هاي المفروض ممثلة أممية تدعم حقوق الإنسان وتدعم الشعب وتدعم حرية التعبير، وإذا تشوفك وقمع تركت القمع وركزت لي بقطع الطرق، ماذا يعني أن تتحدث المسؤولة الأممية بهذه الطريقة وتغرد بهذا الشكل وهي تقع على عاتقها مسؤولية حماية الناس من القمع الحكومي؟ هي هاي هنا أنا لما هي تكلمت بهذا الكلام هنا أنا مصلحتهم راح يعني هي انظرت إلى مصلحتهم قبل أن تنظر إلى الهدم وقتل الشباب. هم يوعدهم ضمير، يوعدهم ضمير. هم هاي أمريكا هاي مال هيئة الأمم المتحدة أو أو أو, أو عاد الزوية أو المالكي أو أي واحد من هاي الحكومة اليائسة اللي جتنا من 2003 تحب هذا الشعب ما يسوون هالشكل، يقتلون هالأبرياء هذول المتظاهرين الأمر الزهور، يسوون عمرهم عمر خلفوهم وجابوهم علينا. طيب. إن شاء الله إحنا المنتصرين، وإن شاء الله إحنا هاي كل أقاوي اللي يقولوها ما تفيدنا، ما توقع من يعني إحنا نظل صامدين. نعم. ما تخوفنا هالأقاوي مالتهم، وسوف نبقى نسد عليهم النفط ونسد عليهم الجسور ونسد عليهم كل اللي هم يردون لهم لصالحهم. شكرا يا أم أزهار، كنت معنا من بغداد. طبعا مشاهدينا الكرام، عادل عبد المهدي على صفحته الشخصية على الرسمية على الفيسبوك قام بنشر ما جرى في الاجتماع الموسع للجنة إعداد موازنة 2020 الذي جرى اليوم، وطبعا بنود الموضوع والكلام الذي دار وحديثه عن ما يخص الاقتصاد في العراق. عموما نقرأ بعض التعليقات التي جاءت على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي تحديدا على صفحة عادل عبد المهدي من المعلقين العراقيين الذين علقوا على هذا المنشور. أولا أحمد سلمان يقول، يتساءل قاسم سليماني كان حاضر بالاجتماع متسائلا، وطبعا معروف وواضح للجميع ماذا يقصد أحمد سلمان. قادر يقول أيامكم إن شاء الله أضحت معدودة. طيب رباز يقول متى ستطبق كل هذه القرارات أو متى ستطبق كل هذه القرارات والحزمات التي أعلنت عنها الآن ومن قبل؟ لا يتم إنجاز كل هذا في غضون أشهر، فيوجد من بين هذه القرارات يتطلب تطبيقه أو إنجازه أكثر من سنة أو سنتين أو ربما 10 سنوات، فكن أكثر حكمة لإقناع الشارع. نصيحة جميلة من أحد المعلقين على صفحة عادل عبد المهدي. معنا من؟ لم أسمع الاسم. أبو عمر من الدنمارك، تفضل. أخي العزيز، بالنسبة لهال القرارات اللي قاعدين هم قاعدين يقدموها وهذه كلها قرارات بائسة، قرارات أوبر مورفين. لاكو قرارات ولا أكو كل شيء. هذه الزمرة يجب أن تخلع، يجب أن تخلع. قبل شوية سمعت على برنامج الشرقية الشهبندر يتكلم، كان جالس مع عبد المهدي. ويتكلم سابقا كان ضدهم وضد الحكومة كلها، الآن هل اكتسب موقع؟ هل وعد بموقع أو مركز؟ أبو عمر، هل هو ضدهم بالكلام؟ أو إذا كان الموضوع يقتصر على الكلام كلها تقدر تحكي، ولكن عزة الشاب أدر كيف بدأ؟ المشكلة أخي المشكلة أخي هذا كان ضدهم قبل سابقا من صارت المظاهرات، قام هسه قلب
يعني ما ادري هل نماذج شنو. اذا هذا يكشف بالعكس، هذه نقطه ايجابيه ابو عمر، هذا يكشف للشعب حقيقه الاشخاص. هو يكشف للشعب، احنا شعبنا انتفض بعد ما يسكت لو تنقلب الدنيا. نعم. هذه الزمره الخائنه اللي دمرت بلدنا، دمرت البنيه التحتيه، قامت مصاريف مليارات دفعتها الى سوريا. طيب برايك يا ابو عمر، هسه كلام عادل عبد المهدي باجتماعه مع اللجنه الموسعه، طبعا فد مصطلحات، المهم اللجنة الموسعة لموازنة 2020، تحدث وقال بأنه يجب الاهتمام بالاقتصاد العراقي، وطبعا ذكر نقطة معنية بالسياحة كمقترح، يقول نرفع الرسوم عن السياحة، يأتي السواح بملايين أعدادهم بالملايين ويدعمون الاقتصاد. طيب احنا بالعراق ايش عندنا سياحة غير السياحة الدينية ولها مواسمها؟ ماذا يوجد في العراق اصلا في بلد الحضارات والتاريخ؟ اين السياحه الان؟ اي سياحه؟ هذا يتكلم عن سياحتي، يتكلم عن ايران، يريد يطبب ايران كلها. ايران معتبره ان العراق جزء من ايران، وهذا لو علقت رقبتنا كلنا ما يصير. يعني احنا ما نقول احنا النظام صدام حسين اللي كانوا يرجفون، كانوا مو زلم، ولو هسه يقولون عليه. اجتهم الفرصة يا ابو عمر، ما الذي حققوه؟ اجتهم الفرصة، ما الذي حققوه؟ كل شيء ما حقق. هم اتوا لدمار العراق، اتوا لانهم ايرانيين الاصل كلهم، ما بهم واحد، ما عفوا اقول ما بهم واحد شريف، لانه لو عندهم غيرة، لو عندهم غيرة، يعني مو كل من ابن المالكي يطلع بكذا مليار عن طريق لبنان يهرب لندن. اولادهم يهربون بهالمليارات، صرفهم، ترفهم، عملياتهم، عمليه ما تكلف ثلاث ورقات $300 يعملها بنص مليون دولار، يعني طيب. الله اكبر من هذا البشر. ابو عمر اشكرك البشر. اشكرك للمشاركه سيد ابو عمر، كنت معنا من الدنمارك. معنا السيد احمد من كربلاء، تفضل يا احمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا نشكر قناتك، حياك الله، على هذا البرنامج. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أحمد، إذا مشغل التلفزيون نص الصوت إذا أمكن. والله العظيم أول البارحة. نعم. يا مو أول البارحة. نعم. أحدي ولد صديقي من بغداد. نعم. ألو، أسمعك. والله العظيم نصيت التلفزيون، الله شاهد، قبل 3 ايام اجانا خبر مضبوط 100% و1000%. شنو الخبر؟ طياره موجهه لايران، طياره موجهه لايران بمطار، الله شاهد، طبقا عليها سيارات كبار محمله كلها فلوس وطلعت لايران. فلوس يعني فلوس منو هاي اللي راحت يا احمد برايك؟ الفلوس العراقيين، هي فلوس من؟ نعم، فلوس الناس هاي اللي قاعد تركض بالشارع. نعم. نعم. شلون الحكومة تسمح يعني بأنه تتهرب يعني هاي الأموال وهي تحكي عن خطط للإعمار، تريد تعمر، مين تعمر والفلوس ده تطلع برا؟ والله العظيم من قاعد أقول لك أنا مسؤول عن كلامي، قبل 3 أيام خبر. نعم. مضبوط في المطار، طلع طيارة موجهة وطبقت عليها سيارات محملة فلوس طلعت. نعم. أحمد، أريد أسألك يا أحمد، أحمد إذا تسمح لي أريد أسألك، هسه أكو واحد، أحد المشاركين، أحد المعلقين على الفيسبوك علق على صفحة عادل عبد المهدي، فسأله قال له القرارات اللي أنت تحكي بيها هسه، القرارات الإصلاحية، القرارات الاقتصادية، منها قرارات تحتاج تطبيقها إلى سنوات، إحنا بالعراق، إحنا مو بلد مستقر، إحنا بلد مدمر. طيب هاي قراراتك انت ورا 10 سنين، الناس تقعد تنتظر 10 سنين و5 سنين حتى انت تقعد تحقق في ظل وجود الفساد وفي ظل وجود الميليشيات ومرتشين وفاسدين، شو وقت تتحقق هاي المقترحات والخطط الاصلاحيه والحكومه عليها ديون والحكومه مقترضه من البنك الدولي؟ زين انا بدي اسالك سؤال، تفضل. انا بدي اسالك سؤال، بربك هم عندهم واحد اختصاص شهاده واصل بهاي المرحله؟ نعم. يعني كل منظمة اختصاصة ويفتيهم بالدولة ويدير دولة أو يدير 18 محافظة؟ نعم. يعني أكو بيهم واحد اختصاص؟ طيب
احمد انا اشكرك شكرا اشكرك شكرا جزيلا للمشاركه، كنت معنا من كربلاء. ايضا سيد احمد يتحدث عن الدرجات العلميه الحاصل عليها الكثير من هؤلاء المسؤولين والوزراء النواب، وتهم التزوير طبعا تطال هؤلاء كلهم بتزوير شهادات دراسيه وغيرها. هي ايضا قضيه يجب ان يقف عندها العراقي لينظر هل من يقود البلد هو صاحب كفاءه؟ طيب اللي يلزم وزاره الماليه شلون يلزم الداخليه وراها؟ شلون يلزم الطيران وراها؟ هذا التنوع هكذا تدار الدوله في العراق. ابو الحسن من البصره تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. حيا قناه المشروع الوطني العراقي، انا اسميها ليست الرافدين وانما قناه المشروع الوطني للعراق القادم. اخي الكريم، المطالب قد تغيرت بشكل كثير جدا. الشعب في مدينه البصره على ابواب النصر، وابشر قناتكم انه الثوره ستنتصر قريبا خلال الايام القادمه ان شاء الله. من المعلوم تماما اخي ان ثوره الشباب واضحه لن تتوقف نهائيا، لان لا يوجد اي طريقه قانونيه و يعني صياغه قوانين جديده من هذه الحكومه الزائله. هذه الحكومه ليست شرعيه بالقانون الدولي، ستعرف كل دوله تحتل من قبل دوله عظمى لا يجوز ان تشكل حكومات متعاقبه لانها في ظل احتلال امريكي. اولا الشيء الثاني، تعرف استاذ محمد الشروط اللي لثوار تشرين هي شروط قد تغيرت تماما. اولا اتحدث لك، يريدون حكومه طوارئ وتكون بين قوسين عسكريه، واضح جدا لان حكومه الطوارئ تكون من ثلاث سنوات، لمده ثلاث سنوات، وايقاف العمل وايقاف العمل بالدستور وانهاء الطبقه السياسيه الفاسده وابعادها عن المشهد السياسي ومحاكمه رموزها الاجراميه. ثانيا تعرف وايضا ان تعرف انت اسيادهم الامريكان والايرانيين هم من المساهمين في ادانه ودينومه هذه الحكومه التي تعاقبت بعد العزوف. تعرف انت يا اخي الشعب العراقي هم استعملوا طريقه الدم، هم بداوا بالدم العراقي وهم يعتقدون ان الدم العراقي او القمع الانتفاضه هي لاسكات هذه الثوره. انا اقولها بكل صراحه، هم مع الاسف استاذ محمد لا يقرون التاريخ جيدا، ولو تعطيني شويه دقيقه واحده حتى اوضح للراي العام. تعرف انت هم اعشاق يعني اغبياء بصور طبقه سياسيه عندهم نوع الغباء، يعني لن يقرؤوا التاريخ حقيقه، لن يقرؤوا التاريخ. انظروا ماذا فعلوا بامريكان، ماذا فعلوا بحسني مبارك، ماذا فعلوا بالرئيس اليوغوسلافي عندما يعني دخل في قفص الاتهام في محكمه داهاي. قالوا له انت، قال لهم اني ما مطلق ما معطي الامر باطلاق النار. قالوا له زين المهم حكموه 60 سنه كونه انه، قالوا له انت ما يكون انت قائد عام اخوان، كنت على راس السلطه وقتها. نعم هم لا يعرفون مكانه وقوه نيكولاو تشاوشيسكو الرئيس الروماني عندما كان زيارتي الى طهران عام 1989. يعني بالحرف الواحد قال للرئيس الايراني الملعون لش رفسنجاني، قال له لا تذهب يا تشاوشيسكو لان هناك مظاهرات شعبيه في رومانيا. قال لا عندي اقوى بوليس سر. انا بس اريد اسالك يا ابو الحسن، اريد اسالك سؤال بنقطه ذكرتها في بدايه كلامك. هذه النقطة أنا لدي سؤال بها حابب أسأل لحضرتك. ذكرت أنه حكومة الطوارئ تكون عسكرية، طيب يعني أليس الجهاز الأمني متعارف عليه عالميا أن الجهاز الأمني إن كانت وزارة الدفاع فهي معنية بحماية حدود الدولة، وإن كانت وزارة الداخلية فهي معنية بحماية المواطن أيضا والشؤون الداخلية في البلد من أمان وغيرها. ليش احنا يعني ليش السؤال ليش الرغبه بحكومه عسكريه مؤقته؟ ليش ما تكون مدنيه؟ اعطيك الجواب. ممتاز، سؤال جدا ممتاز. نعم تفضل. اخي استاذ محمد، انت تعرف الحكومات اللي تعاقبت بعد احتلال العراق اول ما دمرت المؤسسه العسكريه، دمرت المؤسسات، كل المؤسسات. يعني احنا اكو بالعراق سلطه واكو دوله. احنا ما لنا علاقه بالسلطات، السلطه زائله و يعني يتغير باسرع وقت، لكنه هناك دوله
قد دمرت تماما وجاءت بمؤسسة عسكرية فاشلة جدا. تمام. تعرف بريمر أسس الميليشيا. طيب نقوم احنا نستعين بالمؤسسة العسكرية الفاشلة اللي تدير لنا البلد. طبعا احنا انا شنو قصدي انا بس انا الهدف من سؤالي يا ابو الحسن هو طبعا ليس وقوفا ضد رغبه اي احد، لكن انا الهدف من سؤالي ان كانت الحكومات المتعاقبه على حكم العراق مع الاحتلال دمروا المؤسسه العسكريه، فهم لن يستطيعوا ولم يستطيعوا ان يدمروا الكفاءات العلميه من علماء ومن مفكرين، لانه كثير منهم خارج العراق خرج، وحتى من في الداخل لن يستطيعوا ان يخربوا عقله، ربما قد خربوا مؤسسة عسكرية بقياداتها، لكن العالم المثقف السياسي الأديب الفنان وغيرهم، هؤلاء هم أعمدة البلد الذين يستطيعون أن يقوموا ببناء البلد بالشكل الصحيح، الأشخاص الكفاءات التكنوقراط. أنا الفكرة كانت أنه حضرتك تفضلت بالإجابة، المؤسسة العسكرية دمرها الفساد ودمرتها المحاصصة كما دمرت العملية السياسية، إذا نحن نستعين بالأشخاص الذين لم يتأثروا بهذا الفساد يكون أفضل أعتقد من وجهة نظري. جيد أستاذ محمد، صحيح. أولا أستاذ محمد أنت تحدثت عن بقاء هذه المؤسسة، يعني مؤسسة عسكرية جديدة، أخي هو مشروع أمريكي، هو المشروع الأمريكي المتعاقب في هذه الحكومات، المؤسسة طيب. العسكرية ألغيت بمشروع أمريكي طائفي، جابوا الطبقة السياسية تستعمل الطريقة الطائفية في بناء المؤسسة العسكرية. طيب. المؤسسة العسكرية أكثرية هم من طائفة، والباقي يعني أنت تعرف كل الجيش، الجيش العراقي البطل السابق عندما كان أنا بس حتى لا توسع بالفكرة أبو الحسن حتى يكون عندنا وقت لأنه أكو متصلين ينتظرون. نعم. باختصار شديد جدا رأيك. باختصار إنه هذه نعم أكو قسم في المؤسسة العسكرية حكم روح وطني. نعم. ليش أسد الجيش العراقي؟ أنا أعطيك ملاحظة جدا مهمة، وباختصار إنه ابن وزير الدفاع اختطف من قبل الكتل السياسية، يعني خلوه في موقف محرج. وضحت الفكرة، شكرا جزيلا يا أبو الحسن، كنت معنا من البصرة. أبو فاطمة من النجف تفضل. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. تحية لك ولكافة الأخوة معك. أخي الكريم، أبدأ أنا من الميليشيات. نعم. الميليشيات المجرمة الموجودة في العراق المسلحة ماذا تعمل؟ لماذا موجودة ومسلحة؟ أليس هنالك جيش وشرطة؟ أنا أريد أسأل حيدر عادل عبد المهدي. نعم. ماذا تعمل هذه الميليشيات في العراق؟ يلا أعطينا جواب. نعم. وللعلم أخي الكريم أن الميليشيات موجودة هي كالحرس الثوري في إيران، حتى لا تكون هنالك قوة واحدة في العراق تستطيع أن يعني تسيطر على الأمور الأمنية. نعم. هذا واحد. إيران، الحكام في إيران ناس معقدين، ناس مجرمين، ناس يعني لو كان أشخاص غير هؤلاء المجرمين كان استطاعوا أن يحتووا العراق. نعم. لماذا دمروا الأنهار، سمموا الأنهار، حرقوا البساتين. نعم. حرقوا الحنطة والشعير، دمروا الصناعة والزراعة والتعليم والطب وكل شيء، بلد أصبح بلد مستهلك. أنا عندي سؤال يا أبو فاطمة، قبل. نعم. قبل كم يوم انتشر مقطع أيضا، هو كان موجود طبعا بس تم نشره بشكل كبير بالفترة الأخيرة، محمد الحلبوسي يتكلم يقول احنا طلب منا، وصلتنا معلومات تقول أو طلب من عندنا مباشرة أنه هذا البلد خربوه، فأنا قلت لا والله أنا ما أقدر أشتغل هذا الشغل. طيب شلون لعد أنت صرت رئيس البرلمان؟ يعني كلهم من تجي تسمع تعليقاتهم وتصريحاتهم ولقاءاتهم، كلهم كل السياسيين يتحدثون وكأنهم أبرياء، وبنفس الوقت يقولون احنا جتنا معلومات انه احنا لازم نخرب بس احنا ما نقدر. اذا لماذا يمسكون بهذا الحكم؟ لماذا رضوا ان يتسلموا هذه المناصب؟ اخي الكريم اسمح لي، هذا التافه الحلبوسي وغيره من 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 الـ من الـ يعني ذيول ايران الموجوده، هذا لو بخير الان هذا الكلام هو حجه عليه، لو بخير يطلع ويستقيل. اللي عنده شيء لابد ان يكشف امام امام الشعب العراقي. نعم. كذلك نسال كل الذين تم طردهم، انا اريد اسال لماذا لا يتم، يجب إعادة كل القرارات التي صدرت بزمان المجرم المالكي، أن يرجعون مثلا سنان الشبيبي، هذا الرجل النزيه الذي كان يدير البنك المركزي العراقي. نعم.
يتكلم السياسيين طارق الهاشمي خلي يتكلم الآن يعرض علينا ما لديه من ملفات. طيب. أبو فاطمة لماذا ساكتين؟ أبو فاطمة أنا أشكرك للمشاركة، لدينا متصلين ينتظرون، نأخذ متصل ثم بعد ذلك نذهب إلى فاصل. أبو مصطفى من بغداد، أبو مصطفى تفضل. السلام عليكم. تفضل أبو مصطفى. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيكم على هذا المنبر وتعطونا الفرصة أنه حتى نحشي نعبر عن أخطائنا. تفضل. يعني أنا أريد أوجه سؤالي اليوم للحكومة العراقية. يعني أنا اليوم في ضبان عظام الصبح الجيش العراقي شاي السلاح عبارة عن العصا. طيب. ليه تكبوا السلاح من الجيش العراقي؟ والميليشيات تضرب وتخنق بكفها وما حد يتزنى. نعم. زين هذا اليوم اللي يقطع الشارع استاذ هو ارهابي يعاملوه معاملة الارهابي. والقناص. والبصرة بالبصرة بس أضيف لك شغلة عذرا المقاطعة، بالبصرة قائد عمليات البصرة أصدر الأمر أنه يعتقل أي متظاهر أو أي تجمع يعتقل بتهمة أربعة إرهاب. بالبصرة خلاص هي رسمية هسه، وهسه يجي الدور طبعا على باقي المحافظات. نعم استاذ أكيد ما ينطون أربعة إرهاب لأن المتظاهرين الشجعان أرهب هو الحكومة الفاسدة هاي اللي تمثل المعلقة هي ما تمثل الشعب. نعم. لأن 7500 القوات الإيرانية مكافحة الشغب دخلوها بسلاح كامل. نعم. وألف مجندة تدخل الشسمة اللي تخرب التظاهرات. يعني نريد من المتظاهرين ينتبهون. نعم. ينتبهون يعني يصدرون بحق المواطن هذا اللي مشاي البيدة بالعلم أربع أرهاب والقناصين. اما استاذ اذا هاي على ممثلة الامم المتحدة اكيد هاي ما يهمها مصير العراق. نعم. يهمها الفلوس اللي اخذتها ايش قد انطوها، كم جنطة من الفلوس اللي انطوها حتى تحكي هذا الحكي. هي نعم. ما يهمها. نعم. هي يهمها مصلحتها وفوق كل شيء. نعم. اشكرك يا ابو مصطفى كنت معنا من بغداد. مشاهدينا الكرام نذهب الى فاصل قصير ومن بعده نعود لنكمل حديثنا، فلنشاهد. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا نقرا بعض الرسائل حق المشاركين على الواتساب علينا، طبعا تاخرنا عليهم. علاء النشمي من النمسا يقول: ايها الابطال يا ثوار شعبنا الاحرار، لقد انتفضتوا على البغي والفساد، لقد فاجات كل العالم بشجاعتكم ووطنيتكم. انتم العراق الجديد، انتم العراق الجديد، انتم بناة المجد وصناع الوطن الشامخ. رساله تقول: السلام عليكم، اخوتكم حنان من المغرب، ندعو من الله سبحانه وتعالى الرحمة لشهداء الثورة وشفاء العاجلة للجرحى وإطلاق سراح المعتقلين. قلوبنا معكم والنصر لأهلنا العراقيين الأبطال. نشكر قناتكم الموقرة الحرة، شكرا جزيلا. لهفة من ألمانيا تقول: السلام عليكم وبارك الله بكم، تخلونا نتواصل ونقول كلمتنا أن الانتفاضة العراقية ستنجح والوطن حيتحرر من إيران المحتلة. النصر لشعبنا المغيار القوي. رسالة تقول أبو عمر الأحوازي من السويد: حياكم الله أخواننا في قناة الرافدين، الصوت الوحيد لانتفاضة تشرين الموقرة. أمريكا المحامي الأكبر لدولة الخضراء الإيرانية في بغداد، وسكوتها على إجرام القوات الحكومية بحق الشعب يؤكد ذلك، فأمريكا وإيران وجهان لعملة واحدة. رسالة تقول، وطبعا هذه الرسالة من سعد من السعودية لجنين بلاسخارت،
لا أنت ولا عصابات الأمم المتحدة بعد يعد أو يفكر في تقرير مصير يعد أو يفكر في تقرير مصير أي من الشعوب العربية أو الإسلامية الموحدة، لأنهم أصبحوا بعون أصبحوا يعون لعبة المصالح القائمة عليها السياسة الدولية. العراقيين سوف ينتصرون على الطغاة. شكرا يا سعد. رسالة تقول السلام عليكم. طبعا بالنسبة للمبعوثة الأممية هي إنسانة مجرمة لسكوتها وتضليل بقتل الأبرياء، كيف تدافع عن المتظاهرين والأهم مصالحهم بدأت تنضرب؟ وشيء أخير، الكتل السياسية بدأت تنشر غسيلها الوسخ والتهم المتبادلة بينها وعادل عبد المهدي مجرم حرب. نأخذ اتصالات ثم بعد ذلك نكمل قراءة الرسائل. معنا السيد سعد من السعودية، تفضل يا سعد. سهلا يا أستاذ سعد من الكويت يا أستاذ محمد، ولكن ويت. حبيت أسأل فضل. يعني معالي نائب الشعب، نائب البرلمان، رئيس البرلمان ورئيس الحكومة، ليش ما يوزع تريون ومئة مليار للعراقيين العاطلين عن العمل؟ يعني وكذلك ليش برأيك يا سعد ما هدم سابقا يا أستاذي؟ ونبارك لهم الانتفاضة ونبارك لهم هذا الاعتصام طيب. والاحتجاج يا أستاذي، لأنهم أصحاب حق يا أستاذي طيب. وآخر الكلام ابعد عن كل مكروه. تحياتي لك وللبرنامج. شكرا يا سعد. شكرا يا سعد. طبعا سعد من الكويت يشارك دائما، يرغب بإبداء الرأي فقط، والمغادرة يعني دائما ما يرفض المشاركة في النقاش. عموما شكرا جزيلا له للمشاركة. أيضا من السيد مبروك من الإمارات رسالة يقول: تحية لك أخي محمد. الانتفاضة التشرينية تنتصر بتضحيات الشهداء الذين سقطوا أمس وبداية هذا الشهر لحين إسقاط النظام وإيجاد نظام جمهوري رئاسي يعود به العراق حرا أبيا لا مكان فيه لأذناب إيران. السيدة أم مخلد من بغداد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ عيني في دول عينك، يوم 25 الساعة 3 العصر الايران راحوا المباراة، ضربوا ايراني مطعم التركي. نعم. ضربوا بعيني عمره 17 سنة. زين هسه هو ما يشوف يعني وحدة نائيا، قالوا ما يصير له تودوه يعني للأبين. نعم. وأنا قاعدة تجاوز. نعم. ما عندي لا راتب لا شيء، عندنا الحين وين اودي؟ كلف مليونين هيك عمليه. نعم. وانا على الله وعليكم يعني اغضب لي تسعة الفقر بعض ادور عليكم هناك ماكو. نعم. اريد بس انا اخذكم. ام خلد ان شاء الله ان شاء الله يكون اللي سمع صوتك وقادر انه يساعد. طبعا بيانات حضرتك عندنا أيوة مسجله يعني مسجله. اي نعم. واحد شريف تحولون لأي واحد تساعد البزاز لأي واحد. نعم. أم خلد رقم تليفون موجود 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 الرقم إن شاء الله عند الأخوة بالكنترول يتسجل أيوة الآن، واللي قادر واللي قادر على إغاثة يعني السيدة أم خلد. نعم كان الله بالعون. شكرا يا أم خلد. اللي قادر على مساعدة السيدة أم خلد. وطبعا هذه من المآسي مشاهدينا الكرام، كيف لبلد كالعراق أن يعيش الشعب بهذه المعاناة؟ لا مؤسسة حكومية صحية مستشفى قادرة على معالجة الناس مجانا، قادرة على إسعاف الحالات الحرجة. كيف للسيدة أم خلد أن تسكن بشكل تجاوز ومخالف وهي تقطن في بلد وتعيش في بلد غني كالعراق؟ أين كانت هذه الحكومات على مدى 16 عاما؟ لماذا لم تبني الدور السكنية؟ لماذا لم تعطي للفقراء حقهم بالعيش الكريم؟ لماذا لم تقم ببناء مؤسسات صحية علاجية لذوي الدخل المحدود أو المعدومين؟ كيف لها أن تطلب من العراقيين الآن أن ينتظروا المزيد من الوقت ويتحملوها أكثر، هي وكل السياسيين الذين جاءوا مع الاحتلال أو بعد الاحتلال للبقاء في السلطة أكثر وأعطائهم فرصة لكي ينفذوا مشاريعهم إن كان هناك أصلا مشاريع ستنفذ؟ كيف للعراقيين أن ينتظروا وهي تبكي الآن ابنها فقد النظر أو فقد القدرة على الإبصار بسبب الاعتداءات التي حدثت وبسبب القمع الحكومي الذي جرى؟ هو في حالة حرجة الآن وتحتاج إلى الذهاب إلى المستشفى، ليست لديها القدرة المادية.
أشاروا لها بأن تذهب إلى شمال العراق، ربما ستجد فيه المستشفيات القادرة على علاج وضع ابنها. طيب، هل من العدل، هل من القانون، هل من الإنسانية أن يبقى العراقي في هذه المعاناة وحكومة تدخل إلى جيوبهم المليارات؟ عادل عبد المهدي يقول نثريتي مليون دولار بالشهر، مليون دولار بالشهر نثرية، ليست الراتب ولا غيرها، هذه النثرية فقط. فقال وقتها أنه يوزع على الفقراء. لو كان عادل عبد المهدي فعلا يوزع، ليش بدنا نشوف هاي الحالات المأساوية؟ لماذا نرى العراقيين وهم يبحثون أجلكم الله في النفايات للبحث عن الطعام؟ لماذا نرى العراقيين وهم يقطنون في مساكن عشوائية ويهجرون كل يوم بسبب السياسة الحكومية؟ لماذا نرى العراقيين إذا كان السياسيين يتبرعون بهذه الملايين؟ لماذا نرى العراقيين الآن في جنوبي وفي الوسط وفي كل المحافظات مع أقل هطول الأمطار تفيض المناطق، ومع حر الصيف اللاهب في العراق نرى الكهرباء منقطعة باستمرار، وهناك عطش لنهري دجلة والفرات مستمر، غياب للماء وتلوث بالمياه وغيرها من كوارث كثيرة؟ لو كان هؤلاء السياسيون فعلا يساهمون بأموالهم أو بهذه المخصصات في دعم الشعب العراقي لما وصل الحال إلى ما هو عليه الآن من بؤس ومعاناة يعيشها العراقيون. سيدة أم مخلد هي حالة بسيطة، حالة صغيرة ربما، ليس تقليلا من حجم المأساة، هي كبيرة، لكن أقصد هي حالة فردية من مجموعة حالات مجتمعة مع بعضها تسمى العراق الآن، هذه الكارثة الكبيرة. نقرأ تعليقات سريعة مشاهدينا الكرام. السلام عليكم، نورة من هولندا تقول: تحية إلى ثوارنا في العراق، النصر قريب وإن شاء الله هاي الحكومة الفاسدة ستزال بعون الله وبعونكم، أمن رجال بمعنى الكلمة، الرحمة على شهداء الثورة. تسجيل صوتي من أحد المشاركين لا يمكننا قراءته للأسف. رسالة تقول: أخي العزيز مساء الخير، هذه الحكومة حكومة متخلفة والشعب العراقي واعي وكل فاهم ما يحدث حولنا، احنا نريد عراق متطور ونظيف من هيك زبايل، حتى خلي يطلعون من العراق من النمسا إيمان النشمة أيضا. جماعة أعطوا فرصة للآخرين للمشاركة. أحمد من كربلاء يقول: أرجوك وصل هاي المعلومة، مال الطيارة المحملة بالدولارات وذهبت الإيران، وصلها للسستاني وأحمد الكربلائي والصافي، خلي يباعون الشعب، خلي يسمعون الشعب. أبو زكريا الديري من سوريا يقول: قناة الرافدين الموقرة، أنتم وجميع طاقمها، أنتم وجميع أبطال الساحات والميادين، تاج على رؤوسنا، الله أكبر. طيب، آخر رسالة: تحياتي للجميع. طيب، وصلنا الآن رسالة يقول: أنا أخذكم أم أحمد، هلا وغلا، كم تريد الفلوس حتى أقدر أدزه، وأعطيني رقم أم مخلد. إن شاء الله تكون السيدة أم أحمد قادرة على مساعدة السيدة أم مخلد. الشباب الأخوة بالكنترول أرسلوا رقم السيدة أم مخلد إلى السيدة أم أحمد على الواتساب، ونتمنى إن شاء الله أن يكون هناك تعاون ومساعدة من السيدة أم أحمد، مشكورة. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.